وإن يمسسك الله بضر، من الذي يمسني؟ الله، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا تدخل ولا عدم تدخل؟ يردك، هو الذي يريدني بفضل. أين القوانين هنا؟ يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، يصيب به من يشاء من عباده، فأنا أسأل الله أن يصيبني بهذا الخير وأن يصرف عني هذا الشر. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، نريد اليوم أن نتأمل أعظم آية في القرآن، آية الكرسي. لماذا هي أعظم آية؟ وأريد من خلال هذا الشرح الميسر أن أرد على مقولة يقتنع بها بعض الناس للأسف، أن الله تعالى لا يتدخل في شؤون عباده، أن الله وضع مجموعة من القوانين والسنن تحكم الكون، وأنت أيها الإنسان عندما تتبع هذه القوانين فإنك تصل للنتيجة المطلوبة. فالذي يعمل يرزق، لا يعمل يجلس في بيته لا يرزق مثلا يعني. وبالتالي هذه الفكرة للأسف اقتنع بها بعض الناس، فأحببت أن أفهم معكم هذه السورة العظيمة ولماذا هي أعظم سورة في القرآن. انظر معي أخي الحبيب، عندما تقول إن الله لا يتدخل في شؤوننا، أنت هنا وضعت حاجز بين العبد وبين ربه، وكأن الله بعيد عنا سبحانه وتعالى، وكأن الله لا يعلم شيئا، أو أن الله لا يستطيع أن يتدخل. فالذي لا يتدخل غالبا يكون نتيجة ضعف. يعني مثلا إنسان يقول لك أنا لا أتدخل في شؤون البيت، نتيجة ضعف معين، نتيجة عدم قدرته على التدخل، عدم ضبط الأمور. وإلا أي بيت إذا رب البيت لم يتدخل في شؤون التربية وتوجيه الأولاد والحرص عليهم وتعليمهم وتوجيههم ورعايتهم، مهما وضع قوانين سيفشل هذا البيت بالتأكيد. لذلك هنا الله عز وجل أعطانا لمحة عظيمة جدا عندما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ يعني هو الذي يقوم على شؤون الكون وشؤون العباد بالكامل، فلا لا تتحرك ذرة إلا بأمره عز وجل، مع العلم أنه وضع مجموعة من القوانين والسنن. وقال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله لا تبدل ولا تتحول، لا تبديل لخلق الله. ولكن الله عز وجل لو أنه غفل لحظة عن هذا الكون، صحيح هو وضع القوانين، ولكن هذه القوانين تحتاج إلى من يشرف عليها ويضبطها ويراقبها. يعني أنت في أي مصنع مهما وضعت قوانين دقيقة وتركت الأمور تمشي ستحدث فوضى، أقل خلل سيدمر المصنع. لذلك دائما يجب أن يكون هناك إشراف مستمر على سير العمل، إشراف على البيت، إشراف على مكان العمل، مكان إشراف على أي منظومة فيها قوانين. فالله عز وجل وضع المنظومة الكونية التي فيها قوانين دقيقة، وخلق العباد ونظم شؤون العباد، ولذلك الله هو القيوم، أي الذي يقوم على شؤون عباده. فلو أخذه النوم أو الغفلة لثانية أو لطرفة عين الكون سيدمر. لذلك قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى ذلك؟ يريد أن يقول لك إن الله يراك، إنني معكما، كما قال لسيدنا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهو معكم أينما كنتم. ما معنى ذلك؟ يعني هل يعقل إذا شخص قال لك أنا معك
اذهب حيث تشاء وأنا معك، يعني يقصد أنه لا يتدخل، ما الفائدة من وجوده إذن؟ يعني الله تبارك وتعالى يخاطبنا ويقول لنا وهو، أي الله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم. طيب إذا كان الله لا يتدخل، ما الفائدة من هذه الآية؟ ما الفائدة أن أشعر أن الله معي وقريب مني وهو لا يتدخل بأي شيء؟ لذلك هنا أيها الأحبة، هذه الفكرة، فكرة أن الله لا يتدخل في شؤون العباد، فكرة تصطدم تماما مع كل آيات القرآن تقريبا. يعني مثلا إن الله مع الصابرين، ما معنى ذلك؟ إذا قلنا إن الله لا يتدخل في حياة إنسان صابر، يصبر على أذى الناس، يصبر على العبادات، يصبر على الشهوات، وأن الله لا يتدخل في سلوكه أو في حياته، إذا ما الفائدة من قوله تعالى إن الله مع الصابرين؟ ما الفائدة من قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ إذن كل هذه الآيات تصبح بلا معنى إذا اعتقدنا أن الله منعزل عن الكون، حاشا لله طبعا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه ترك الكون يعمل هكذا لوحده. هذه فكرة غير منطقية أصلا، ولا تليق بالإله، ولا تليق بإنسان، لا تليق بمدير شركة نقول له أنت لا تتدخل بشؤون الناس أو العمال أو كذا، لا تليق بإنسان، فكيف نقول هذا الكلام بحق الله سبحانه وتعالى؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الآية ماذا تدل؟ تقول لك من هذا الذي يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله؟ إذن يجب أن يكون هناك إذن من الله للشفاعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الجملة العظيمة تعني أن الله لا يتدخل، إذا ما فائدة العلم؟ يعني إنسان يقول لك أنا أعلم كل شيء، معنى ذلك أنه متمكن. طيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يستطيع إنسان أن يتعلم حرفا إلا بإذن الله. حتى الإيمان أخي الحبيب، الإيمان هو بإذن الله. انظر معي إلى هذه الآية الكريمة، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فسر لي هذه الآية. اليوم آلاف الناس في الغرب يعتنقون الإسلام، كل عملية إيمان أو كلما اعتنق أحد هذا الدين الحنيف لابد أن يصدر الإذن من الله، ولا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. لذلك عندما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معنى ذلك أن أي عمل، الشفاعة، العلم، الإيمان، الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كل شيء بيد الله. طيب قل كل من عند الله، ما معنى ذلك؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب إذا كان هذا الإله العظيم لا يتدخل، ما فائدة الدعاء؟ ما فائدة أن أدعو إلها لا يتدخل؟ طبعا الله يتدخل بسنن وقوانين أيضا، ولا يتدخل بطريقة عشوائية كما يظن البعض. يعني عندما تقول، يعني سيدنا يونس مثلا عندما دعا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طب هذا تدخل أم عدم تدخل؟ يعني هو عندما سلك الأسباب المادية وجد نفسه في بطن الحوت في ظلمات البحر،
إذ نادى في الظلمات. فعندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فورا فاستجبنا له، جاءت الاستجابة بحرف الفاء، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طيب هذه الآية اليوم إذا دعا أحد بدعاء سيدنا ذنون، دعاء سيدنا يونس، ألا يستجيب الله له؟ إذا ما الفائدة من قراءتي لهذه الآية؟ أنا الآن عندما أقرأ هذه الآية وأقرأ هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا كان الله لا يتدخل، ما الفائدة من قراءتي لهذه الآية؟ يعني هي فقط معلومة؟ لا، هي تعلمنا أنك أيها المؤمن إذا دعوت الله بإخلاص وصدق واعترفت بظلمك واعترفت بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو ونزهت هذا الإله العظيم وسبحته سبحانك، يعني تعاليت يا رب وتنزهت عن أي نقص، إذا دعوته بإخلاص سيستجيب لك وينجيك من الغم كما أنجى سيدنا يونس عليه السلام. وبالتالي هنا عندما نقرأ في هذه الآية الكريمة أيها الأحبة وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فكأن الله يريد أن يقول لكل واحد منا كما أنه عز وجل لم يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فهذا الإله قادر أن يحفظك، وإلا ما الفائدة من هذه الآية؟ يعني كيف نفهم هذه الآية؟ أنها معلومة، يعني الله لا يعجز أن يحفظ السماوات والأرض. طيب أنا ماذا استفدت من ذلك؟ عندما أعتقد أن الله لا يتدخل في أي شيء، مجموعة من القوانين، يعني أصبح أي إنسان مؤمن وملحد يستويان. وطبعا نحن نعلم أن القرآن قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب الذي يتوكل على الله، يتوكل على إله لا يتدخل، عندما قال الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال إن الله يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أنا أتوكل على إله وضع لي مجموعة قوانين ولا يتدخل، كارثة هذه، يعني هذا المفهوم كارثة أيها الأحبة، يصطدم تماما مع القرآن. مفهوم الاستجابة الدعاء، كيف يستجيب الله الدعاء، كيف يحفظني الله، يجب أن أعتقد أن الله كما حفظ السماوات والأرض قادر أن يحفظني، يجب أن أعتقد أن الله الذي قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قادر أن يهديني للمعلومة الصحيحة التي أحل بها مشاكلي، التي أكسب بها رزقي، أن يعلمني واتقوا الله ويعلمكم الله. كيف تقول إن الله لا يتدخل؟ أليست هذه آية؟ واتقوا الله، الخطاب لمن؟ للصحابة فقط أم الخطاب لنا اليوم؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية من تخاطب؟ تخاطبني أنا وأنت. طيب ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما معنى من حيث لا يحتسب؟ يعني مهما عملت حسابات ووضعت القوانين واتبعت القوانين تجد الرزق يأتي من باب آخر لم تحسب له حسابا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه. أنا أريد أن أضرب لك مثلا، أنت عندك شخص صديق يقول لك أنا لا أتدخل في شؤونك أبدا،
بالمنطق هل تذهب وتقول له والله أنا أريد منك خدمة معينة؟ إذن مجرد أن اعتقدت أن هذا الإنسان لا يتدخل هو عزل نفسه. طيب هل يعقل أن الله الذي قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، مثقال ذرة لا تغيب عن الله، أن هذا الإله العظيم يخلق الكون ثم ينساه ثم يتركه يسير؟ طب القوانين من الذي يتحكم بها؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. ما معنى هذه الآية؟ إذن الله أخي الحبيب يتدخل ولكن بقوانين أيضا وبأسباب. فإذا قلت يا رب ارزقني يهيئ لك أسباب الرزق، يلهمك معلومة لم تكن تخطر ببالك، تتبع هذه المعلومة فتصل إلى الرزق. يا رب اشفني يهديك إلى معلومة أو يسوق لك إنسان يخبرك بالعلاج الصحيح، وهذا يحدث كثيرا. يا رب احفظني من شر معين، يهيئ لك أسباب، قد تصاب بمرض، قد تصاب بأذى، قد تصاب بحادث ليصرف عنك شرا أكبر. إنسان قد تتعطل سيارة مثلا يريد أن يسافر بها أو باص أو طائرة، وبعد ذلك يكتشف أنها تعرضت لحادث ومات جميع الركاب، يقول الحمد لله الذي أنجاني، خلق لك سببا ليصرف عنك شرا أكبر. وبالتالي أحبتي في الله هنا هذه الآية العظيمة ختمت وهو العلي العظيم. كلمة عظيم لا تليق إلا بإله يتدخل بكل صغيرة وكبيرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. كلمة العلي لا تليق إلا بإله هو الذي يسير الكون أصلا، وهو الذي يسيرنا، ولا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء إلا بإذن الله. لا تسقط ورقة إلا بعلمه وبإذنه، كل في كتاب مبين. ما معنى هذه الآية؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما معنى في كتاب مبين؟ يعني حتى هذه الورقة التي تسقط مقدر لها سلفا كيف ستعيش وكيف ستصفر والمسار الذي ستسلكه أثناء السقوط وكيف ستتحول، وكل هذا في كتاب مبين. يعني الله عز وجل تعالى عن هذه الفكرة التي يروج لها البعض أنه يجلس وينتظر الأمور حتى تحدث. ما هو خالق الزمن يا أخي الحبيب؟ إذا قلت إن الله لا يتدخل وينتظر ماذا نفعل نحن أو ماذا يحدث في الكون فيسجل، معنى ذلك أن الزمن يجري على الله. الله هو الذي خلق الزمن، الكون كله بالفضاء المكان والزمان والقوانين وكل شيء الله خلقه. فالله بالنسبة له لا يوجد شيء مستقبل، لا يوجد أنه ينتظر ماذا سيحدث، لا حاشا لله. خلق الزمن، الزمن الذي يمر علينا خلقه الله. فالله يرى الماضي ويرى المستقبل ويرى كل شيء سبحانه وتعالى، وهو يعلم كل ما سنقوم به وكل شيء سيحدث إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة أيضا. فلذلك لا يليق بهذا الإله العظيم أن نقول والله إنه لا يتدخل، أدبا مع الله. وهذه القضية تنعكس على حياتنا أيها الأحبة. تخيل نفسك أنك تؤمن بإله بعيد عنك، والله يقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو يقول لك إني قريب، أنت تقول لا يتدخل بعيد.
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. يعني هذه الفكرة إذا اعتقدت بها أنا مثلا ستؤثر على حياتي بشكل كامل، على نفسيتي. أنا الآن أعتقد أن الله يراني ويسمعني ويحفظني ويشفيني إذا مرضت، وأعتقد أن الله يعلم كل شيء، وهو الذي يهيئ لي هذا العمل، وهو الذي يهيئ لي هذا العلم. هذا العلم ليس من عندي، وهذا الكلام ليس من عندي، هو بإذن الله. هذا البصر، الله هو الذي منحني نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الحركة ونعمة اللغة ونعمة النطق. فقل كل من عند الله. فعندما تعتقد أن الله قريب منك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا يجعلني أدعو الله باستمرار وأصبر من أجل الله وأتوكل على الله، وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيكافئني يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء: كلما تقربت من الله أكثر واعتقدت أن الله بيده كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، واعتقدت أن العلم بيد الله وكل شيء بإذن الله، وأن هذا الإله العظيم هو القادر على كل شيء، صدقني سترتاح جدا، ستشعر بلذة الإيمان. عندما نعتقد أن الله بعيد عنا أو لا يتدخل، أو ستشعر بالجفوة، لن تشعر بلذة الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى والأنس بالله. طبعا أنا لدي هنا مئات الآيات أيها الأحبة، لا أستطيع أن أسردها كاملة، ولكن دعوني أختم فقط بآية واحدة. أن الله سبحانه وتعالى عندما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا عندما أقول حسبنا الله، يعني الله يكفيني، لأنني أشعر أنه قريب مني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فهو قريب مني ويسمع ويرى ويعلم ويتدخل في كل شيء سبحانه وتعالى، كيف لا يتدخل وهو خالق الكون. لذلك أخي الحبيب، آيات كثيرة جدا، يعني مثلا انظر معي إلى هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما معنى هذه الآية؟ يعني هذه الآية نزلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، تخاطب يعني النبي محمد، أم هي آية لكل البشر؟ وإن يمسسك الله بضر، من الذي يمسني؟ الله، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا رد لفضله. هذا تدخل ولا عدم تدخل؟ يردك، هو الذي يريدني بفضل. أين القوانين هنا؟ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، يصيب به من يشاء من عباده. فأنا أسأل الله أن يصيبني بهذا الخير وأن يصرف عني هذا الشر. لذلك أخي الحبيب، دائما كلما تقربت من الله أكثر فعلا تشعر بالرحمة، تشعر بالقوة، تستمد قوتك من الله، تشعر بالطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يطمئن القلب بذكر إله بعيد لا يتدخل؟ لا أبدا. فلذلك ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأن الله عز وجل يسمعك ويراك، وقادر أن ينجيك كما أنجى عباده المؤمنين، كما أنجى سيدنا نوح، كما أنجى سيدنا يونس من بطن الحوت، كما أنجى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من كفار قريش. قادر أن يرزقك كما رزق عباده الصالحين، قادر أن يحفظك من الشر كما حفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وحفظه رغم كل أنواع الشر كانت من حوله، ولكن الله حفظه
لأنه كان يثق بالله وكان يتوكل على الله وخاطبه قال له فإن تولوا فقل حسبي الله، الله يكفيني، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كيف أتوكل على إله لا يتدخل؟ ما فائدة التوكل؟ ما معنى توكلت؟ يعني يا رب أنا عجزت عن حل هذه المشكلة، سلمتك هذه المشكلة وأنت يا رب العالمين أنت القادر أن تحلها، هذا هو التوكل. وتثق أن الله سيحل مشكلتك، سيهيئ الأسباب، سيجعل هناك قوانين تسير لمصلحتك، فهذا هو التوكل. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.